السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. والله انا ما اعرفش ان يعني الاهتمام بفيديو المنتجات هيحظى بهذا الرواج اللي انا شفته. اكتر من 50% من الالف صوت تقريبا اختاروا ان الفيديو اللي جاي يكون عن المنتجات. وبصراحه المفروض ان كان في منتجات تانية جايه ولكن هتتاخر شويه، فيعني التزاما بالكلام اللي كان بيننا وبالمصداقيه ان انا قلت لك الفيديو الجاي كذا فلازم يكون منتجات، فانا قررت ان هعمل يعني عن 3 منتجات موجودين معايا، ولما ان شاء الله المنتجات التانية تيجي نبقى نعمل فيديو تاني. احنا ورانا ايه؟ فخلينا كده نبدا على طول مع اول منتج. ولكن قبل ما نتكلم في اي حاجه ما تنساش لايك، اشترك في القناه، فعل الجرس عشان تتابع معايا كل جديد. والله اول منتج من يعني شكله اللي باين ان هو رينج لايت. وبصراحة أنا عايز أقولك أن أنا جبت الرينج ده، هو فيه حاجات تانية في السوق منه، ولكن ده عجبني لسبب هقولك عليه دلوقتي. اللي عجبني في الرينج ده حجمه كويس جدا، وكمان سعره الحالي نزل بشكل كبير جدا بمعنى الكلمة. يعني ناس كتير جدا عارفاه، وأنا كان عندي ترايبود كنت جايبه، الترايبود ده كان حوالي 100 جنيه تقريبا، فجبته عشان أركب عليه الجزء ده لأن ما بيجيش معاه ترايبود. أنت يمكن بتشوف المحلات متعلق على الستاند الكبير بتاع السوفت بوكس. ميزة الترايبود ده إن هو ليه يعني أطوال مختلفة، فبالتالي بقى بيديك طول مثلا، فعايز تصغرها تقدر تصغرها، عايز تكبرها تقدر تكبرها. فخلينا كده نجرب الإضاءة بتاعته. هو بيجي معاه زي ريموت صغير مدمج فيه يعني بسلك مش لاسلكي، في اللون الابيض، هو 3 الوان، اللون الورم اللي انا بحبه، ولكن مش في كل الحالات كل حاجه ليها مود، مش عارف انت اللي باينه كده صح واضحه ليك. في اللون التلجي او اللون الخليط او المزيج بين الورم والتلجي، وده تلجي صافي. اللي عجبني فيه برضو المستويات، بقدر ان انا اعلي المستوى زي ما انت شايف، اعلي مستوى الاضاءه او البرايتنس السطوع، وغير اللون. بصراحة عجبني للسبب ده، وكذلك دي برضو بتركب فيه عشان يعني تعلق في التليفون. فعجبني ليه بقى يا معلم وانا جبته ليه اصلا؟ لو تاخد بالك اخر 4 أو 5 فيديوهات تقريبا الصور المصغرة بتاعتهم انا قريب من الصورة المصغرة، انا بحط عليها سواء بقى الكاميرا او التليفون، او ده بيركب في الترايبود برضو، يعني ممكن افك الترايبود واركب دي فيه، وبخليه لوشي مع السوفتات، بهدي الاضاءه يا معلم، وبعلي البرايتنس هنا، واظبط الدنيا واعلي السطوع هنا، وبلقط صوره صورتين 4 أو 5 صور لحد ما الاقي الصوره اللي عجباني واشتغل عليها. فده فعلا ساعدني جدا 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 في عمل او في صناعه الصور المصغره للفيديوهات بتاعتي في الفتره الاخيره. بالاضافه لذلك سعره، فانا بصراحه كنت مبسوط جدا انك تلاقي حاجه زي كده بالسعر ده. دي فرصه كويسه جدا للناس اللي حابه تبدا على اليوتيوب ومعهوش معدات اضاءه كافيه او معهوش فلوس يجيب المعدات، فانا شايف ان ده يعني ممتاز لانه هيقدر يساعدك بشكل كويس وسعره رخيص، وانا بستفيد منه برضو، بوصل اليو اس بي بتاعه وبركبه في الباور بانك وبشغله زي كشاف طوارئ ولا حاجه لو الكهرباء قطعت، فبستخدمه ككشاف. فبصراحه المنتج ده عجبني جدا، سعره مقارنه الامكانيات اللي بيديهاني او القدره اللي انا هستفاد منه فهو كويس جدا، وده كان بالنسبه لاول منتج. طيب خلينا بقى ننقل على المنتج الثاني اللي انا يعني مش عارف انت رد فعلك هيكون ايه، بس هو ده والله المنتج الثاني يا صاحبي. وانا صغير بعشق حاجه اسمها طيران. انا افتكر ان انا كنت بقعد اعمل طيارات الورقه دي بايدي كتير قوي وبعملها لاصحابي، وافتكر كمان ان كنت جبت هارد قديم وفكيته وكنت عايز اعمل هليكوبتر صغيره. يعني انا في دماغي في مجال الطيران انا بعشق حاجه اسمها طيران، لان علمي فيه قليل ولكن ده ما يمنعش حبي للمجال. فانا لقيت اللعبه دي اللي سعرها كان 75 جنيه، سعرها كويس جدا 75 جنيه مش وحش. المفروض بقى ان هي ايه؟ المفروض بقى ان هي ايه؟ بتطير تمام كده. بس انا اول ما اشتريتها وبعمل كده يعني طب طيري طب اي حاجه مفيش، طب ايه الكلام برضو مفيش. هي اول ما جت وانا يعني جربتها في ساعتها اشتغلت معايا وكانت طايره، وتحط كده سنسور انت اكيد يعني عارفينها، يعني بحط دي من تحت فالسنسور ايه بيخليها ترتفع اكتر، بيدي طاقه زياده، ومش وقت شرح فيزياء، ولكن هي بتطلع لفوق اكتر عن طريق السنسور اللي موجود تحت، وبتتشحن بمايكرو يو اس بي، ولكن فجاه كده عطلت، يعني مفيش اي تفاعل. طب اي حاجه طيب، طب يعني لو حد يعرف فيلم نيمو كان بيفكرني بالمشهد اللي هي اصحي يا سمكتي انت نايمه كده ليه، هو المشهد ده ماسك عماله طب اشتغلي طب اي حاجه مفيش. فانا اتعمدت استعرض معاك المنتج ده لسبب واحد، هو كده كده مش شغال فمفيش فايده من استعراضه، ولكن تعمدت استعرض معاك المنتج عشان اقول لك لو بتشتري منتج اونلاين
ما تستعجلش في دفع الفلوس وتاخد المنتج والمندوب يمشي والسلام عليكم الموضوع انتهى. لا، انت امسك المنتج يا ريس، اقعد بقى ايه يعني زي ما بيقولوا كده بالمصري، فصصه، فلي في المنتج يعني، جربه مره واثنين وثلاثه. دي اول حاجه. تاني حاجه انك ما تشتريش منتج من براند غير معروف. يعني انا بصراحه مش عارف ايه البراند بتاع هذه الطائره، انا مش عارف ايه البراند بتاعها، هي الشركة اكيد صيني، ولكن لو كان جاي من براند معروف زي مثلا تويا راس او بينجو، اي شركة او اي براند معتمد ووكيل في الالعاب، فتجيب منه هيبقى الموضوع سهل. حتى لو رحت بالمنتج للمكان هناك ورجعت هتبدل، انما انا يعني هسافر الصين انا عشان خاطر 75 جنيه ما مش عقل برضو، وبعدين حتى لو رحت مش عارف مين صراحة. طيب ده كان تاني منتج وبصراحة ولا ليه اي لازمة يعني، جبته على الفاضي. تالت منتج بقى معايا هو هذا الشاي، شاي ابن سينا للإقلاع عن التدخين. أنا اتعمدت أجيب الشاي ده مع أني أنا عمري لا دخنت ولا حطيت سيجارة في فوقي ولا أي حاجة، أي نكتين ما دخلش جسمي إطلاقا. أنا كوباية القهوة كوباية الشاي بيعملوا مزاج عالي أوي، فتعمدت أجيبه. والله جبت خمسة لأصدقائي عشان في ناس أعرفهم نفسهم بطلوا، فقلت نجرب المنتج ده مش هنخسر حاجة، فجبته. وقلت قبل ما أديهم المنتج استعرض كده علبة فيهم ونشوف محتوياتها، وانا هدوق الشاي وانقل لك تجربتي. وانا شفتش سجاير قبل كده بس هنقل لك تجربتي برضو. هو بيجي 2 4 6 8 10 12 12 باكت جوه العلبة. طب خلينا نشوف، نفتح الباكت ده ونفضي الشاي ونشوف يعني. هو ريحته عامله كده ليه؟ هنا هو مكتوب عليه مجموعة من الأعشاب التي تمد الجسم ببديل طبيعي للنيكوتين، مفيدة وتقاوم أعراض سحب النيكوتين وتزيد من قدرة الجسم على تحمل هذه الأعراض. المكونات اللوبيا. ايه ده؟ هو بقى بيحضر أكل ولا ايه؟ مصدر لللوبيلين البديل الطبيعي المفيد للنيكوتين وميليسيا. خلاص أنا كده عرفت، فأروح نفس الشركة. الله، ما أنا مش فاهم إيه اللي كاتبينه ده أصلا. طيب أنا جبت كوباية اعتمدت إن أجيبها شفافة عشان خاطر نشوف لون الشاي. والله ريحته حلوة، تحس إن هو أعشاب فعلا يعني. بسم الله. هو مكتوب يتحط على 100 ملي ميه، يعني المفروض تقريبا نص كوبايه تقريبا او حاجه زي كده. بس انا بقى هكمل الكوبايه لو يجرى لي حاجه. انا قلت لك ما بدخنش، بس انا عايز اشوف طعم، انا مش هسمع كلامه واكمل الكوبايه للاخر. طيب بسم الله، خلينا كده نجرب طعمه ونشوف يعني. اشارك معاكم التجربه دي، بصراحه كان عندي فضول ان اجربها. بسم الله. مش عارف، هو يتشرب يعني، انا عن نفسي شايف ان هو يتشرب عادي. بس انا اقول لك التجربه بقى لما حد بيدخن يشربه. بس انا حاسس بطعم اللي هو مش ريحه سجاير، بس حاسس طعمه. اكيد انا شايف ان يجيب مفعول مع الناس اللي تشرب سجاير. وانا لما ادي لاصحابي الخمس علب اللي انا جايبهم دول، انا جبتهم والله عشانهم، فاشوف بقى اللي بيشرب سجاير فيهم هيجرب الشاي ده، وهشوف يعني عمل معاه ايه وايه النتيجه اللي معاه. ولو جاب فعلا نتيجه معاه انا هحاول اسيب لك اللينك او الرابط في الديسكريبشن، بس خليني الاول اجرب انا المنتج على ناس اعرفها. ولو جاب نتيجه معاهم فعلا، بيقول لك المفروض ان مده العلاج من 15 يوم لشهر، فلو جاب فعلا نتيجه معاهم انا ما عنديش اي مانع ان هسيب لك اللينك في الديسكريبشن، ويمكن كمان اسيب رقم الواتس بتاع الناس اللي بتبيع المنتج ده عشان يبقى الموضوع والتواصل يعني اسهل بكتير. بس والله هو كاعشاب وكشاي طعمه مش وحش يعني، يتشرب. بس السؤال بقى، هل حد فيكم جرب المنتج ده ولا لا؟ دي كانت اول مره اجرب فيها الشاي ده، اول مره اصلا اشرب شاي غير الشاي الطبيعي بتاعنا. بس كده، فدي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك. ما تنساش تعمل لايك عشان اقدر استمر في نشر المزيد، اشترك في القناه، فعل الجرس عشان تتابع معايا كل جديد. وكالعاده يا شباب، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.